يو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جايز. كيف الأخبار؟ عاملين إيه؟ الحمد لله والشكر لله، أتمنى تكونوا بألف خير بألف عافية. اليوم جينا علشان نتحدث على وذرين ويفز، مع العلم أنه راح تخرج في الأسبوع القادم يعني 22 من هذا الشهر في الجلوبال و23 يعني في الصين. واللعبة اللي كتير بنتظرها يعني ما أقدر يستنى يعني يوم نزولها، لأن لعبة كتير حلوة. لعبت في السي بي تي 1 سي بي تي 2 وإن شاء الله راح نلعبها في الجلوبال ونعمل عليها كونتنت كتير في يوتيوب. سو للحين راح نتكلم على سيلكتر بانر، الشخصيات اللي لازم تمشي عليها. على فكرة أنا من السيلكتر بانر راح يمشي على كالتشارو، الشخصية يعني إلكترو. سو في موجودين كتير إليمنت في اللعبة، منها الايرو، الجلاتشو، شو بيسمى الفاير، شو بيسميوها راحت علي، والالكترو، وفي الاليمنت تاع الفاير راح علي لاني ما كنت بلعب بالفاير كثير في السي بي تي 1 والسي بي تي 2. راح اركز على كالشارو. ليش اخترت كالشارو وليش لازم تختاروا كالشارو؟ شخصيه كالشارو هي شخصيه دي بي اس راح تساعدكم في اول الجيم وكثير حلوه. الناس اللي راح تمشي على ليميتد بانر تاع يلين، سو لما راح تمشي على كالشارو لازم لك شخصيه بتساعد كالشارو، او ممكن تعمل كالشارو سب دي بي اس ويلين هي المين دي بي اس اللي تعمل دامج وكذا حاجات، ويكون السب دي بي اس هو اللي يساعدها في دي بي اس. يعني لما تعمل سويتش بيساعدها وبيكون عنده دمج خيالي مثلها. وفي شخصيه ثالثه اللي راح تكون السبورت نتاع من راح تكون سو في موجودين اثنين سيبور يعني الاو بي موجوده فيرينا، هذه لازم يعني 5 ستار لازم تمشي عليها في سيلكتر بانر. على فكره في 5 سيلكتر بانر موجوده، يعني جيانغ تشين موجود، لينغ يانغ وانكور وفيرينا وكالشارو. جيانغ تشين هي شخصيه سيبورت يعني بتساعد، بتعمل ريفلكت على الدامج، بتعمل ارمر شو كذلك، وبتعمل هي لينغ يانغ دي بي اس انكور اذلك دي بي اس على ما اظن، صحيح دي بي اس، وفيرينا سبورت. سو الاثنين سبورت وثلاث هادو دي بي اس، كل واحد عنده الاليمنت متاعه. هذا كل شيء للسيلكتر بانر. وعلى فكره السيلكتر بانر بتاخذ شخصيه 100% مش راح يجيك شخصيه اخرى، راح يكون السيلكت البانر ويكون البانر العادي اللي تاخذ منه يعني 5 ستار من غير هذا، يعني من واحد من هذه الشخصيات. راح نكمل السبورت سبورت سبورت سبورت. في موجود كما قلت لكم فيرينا ليميتد بانر، لازم تجيبوها، مش ليميتد بانر بعد ستاندر بانر بس 5 ستار ما راح تقدروا تجيبوها اذا ما اخذتوا السيلكتر بانر او البانر العادي. وفي موجود بايشي فورسار، شخصية سيبورت تعمل هيل تعطيك دمج يعني بتزيدك في الدمج كتير حاجات من غير يعني كما تشوفون هنا attack resistance through pick up if only is increased by 15%. so كتير حاجات I think ممكن تعطيك شيلد كتير حاجات تعطيك ال HP أكتر، يعني ال HP والبوست متاع ال attacks وكده حاجات. ليش تجيني أحسن سيبورت هي بايشي؟ لأنها شخصية مش فري بس راح تاخدها من البانر العادي وممكن يجيك دوبس اللي راح تقويها، على عكس فيرينا يعني ما راح تاخدها من شو بيسموه السيلكتور بانر، اللي ما اخدتها من السيلكتور بانر ما راح تمشي، ما راح تقدر تحصل عليها. سو من الأحسن حاول تركز على بايشي، وبايشي راح تجيك يعني بدون مشاكل لما تكون تعمل سحب على ليميتد بانر والشخصيات الاخرى. كذلك الناس اللي راح تمشي على جيان ممكن تاخذ جينكسين لانها تلعب سبورت. كما تشوفون راح اورجيكم التيم تاعو انه مين دي بي اس، كما تشوفون موجوده فيرينا وبايشي، فيرينا بايشي فيرينا بايشي. على الاغلب تحاولوا تاخذوا بايشي ببلاش من الليميتد بانر او الليميتد او البانر العادي، راح تجيكم يعني كفور ستار يعني بتجي كتير في هذا البانرات، وتحاول تعمل عليها تطلع الكونستليشن تاعها بسهوله.
أما فيرينا المشكلة أنه لما تعمل السحبات في البنرات الآخرين ما راح تقدر تاخد شو بيسموه الكونستليشن بتاعها وبتعمل يعني بتصير OP. علشان كده بتخليه بايشي كتير حلوة يعني الفري تو بلاي كذلك البي تو وين نفس الشيء. كما تشوفون جيان عنده سب دي بي اس ومين دي بي اس، كما تشوفون التو عنده التو في سب دي بي اس، عنده سانو في سب دي بي اس، واحسن شيء اللي عاملينه هو مورفي في سب دي بي اس. هذا شخصية فور ستار سو ايزي تاخذ الكونستليشن بتاعه وبيكون احسن. على الفكره ليش اخذت كلشارو؟ لانها حركاته كتير او بي حلوه كتير، راح تشوفوا شخصيه فخمه. وكذلك لاني يحب جي بي ينلين هذه الشخصيه وينها هذه الشخصية، لأنها ليميتد بانر وكتير حلوة. علشان كده بتكون أحسن، وعندهم نفس الإليمنت إلكترو إلكترو. وبيستدعي صديقه هذا اللي بيقدر يتحول له لما تستعمل الالت. كما تشوفون راح اورجيكم الالت هذا لما تقفز وتضرب الارض، صح راح اورجيكم والالت. هذا هو الالت. اوف كيف يتحول، شوف 3D موديل متاعه وحركته بتتغير كلها كتير حلو، هو كتير OP. كذلك في حاجة أخرى وهي أنه نفس يعني إذا كنت عامل الصوت بالجابانيز هو مؤدي صوت تاع ميناتو يوليوس من بلاك كلوفر، هذا من Resident Evil I think. Biohazard Aner من One Piece من One Punch Man، هذا من Mashoku Tensei من Naruto، كذلك من Demon Slayer. هذا من Final Fantasy. علشان كده شخصية OP، وأنصحكم يعني تمشوا على هذه الشخصية أنا فخمة كتير وأوبي كتير، وراح تحتاجوا لو رحت على الميتد بانر تاع ينلين. عشان كده كلشارو هو الشخصية المناسبة والشخصية اللي أوبي هنا كتير. إذا رحتوا على فيرينا وهي أنا شخصية سيبور ما راح تساعدكم يعني في أوائل تاع الجيم، يعني في فورس هار دي بي اس بس ما راح يساعدكم كتير احسن من كلشارو. عشان كده روحوا على كلشارو وحاولوا تاخذوا يلين وتصبح السكندري دي بي اس او المين دي بي اس، وتعملوا سويتش بينه وبين كلشارو. والسبورت راح يكون بايشي لان بتعطي هيل دامج، وراح يعني تكمل الكونستليشن تاع بسهوله لما تحصل على من البانرات العاديين او الليميتد بانر. هذا كل شيء لاول فيديو لنا في ويذرين ويفز. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك فولو، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. بيس.